يقول: ما حكم من أفطر يوما في رمضان عمدا وما هي الكفارة؟ من أفطر يوما في رمضان عمدا فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما حصل والعزم لا يعود والإقلاع عن الذنب، وعليه أن يقضي اليوم الذي أفطر فيه. نعم، يقول: إذا قضى اليوم مع التوبة تاب الله عليه.